أبن حسن فتحي الدخاخي، مبتكر ماكينة تطوير المصارف والطن. اتفضل من فضلك. حسن وسعداته. حسن زي ما شفت لكل زمايلك وكل الحقيقه من الاعضاء الست متسابقين النهارده هيتم سؤالك اخر سؤال من لجنه التحكيم الاساسيه للحفل اليوم، بس قدامك 3 دقايق نلتزم بيهم يا ريت. ان شاء الله. اتفضل حضرتك. ازيك يا حسن؟ الله يبارك فيك. يعني مبروك انك وصلت من اكتر من ما يقرب من 1000 متسابق للمرحله النهائيه في القاهره تبتكر. أنا عارف إن أنت مسجل براءة اختراع، صح؟ طبعاً حلو. من وجهة نظرك إيه القصور في الماكينة اللي أنت طورتها؟ يعني إزاي هتطورها؟ إيه المشكلة اللي هتقابلك في تسويقها، في المنافسة إلى آخره يعني؟ وخاصة زي ما شفنا من لجنة التحكيم والدكتور الغامري إن في مشكلة، أنت عارف المساحات الزراعية في مصر صغيرة متفتتة يعني. فبرضو انها تعتمد على جرار زراعي، يعني هتحس انها تبقى مشكله ولا ايه رايك؟ لا يا فندم مش مشكله. حضرتك الجرار الزراعي بيكبس قش حاليا بمكبس بيمشي في الارض، وبعد ما بيخلص كبس القش بيخلص، يعني في اجهزه كتير بتشتغل على الجرار. يعني هو كده كده بيستخدم اصلا كده كده الجرار بينزل الارض وكده كده بيشتغل. السؤال بقى بالنسبه للآلة بقى نفسها، هي المشكله ان انا لازم تكون اعرض من الجرار مره ونص. لان هي بتمشي العجل ورا الجرار، بيبقى فيه الدراع اللي هو بيسحب الطم بيبقى على يمين الجرار مثلا، فالدراع اللي بيسحب الطم اللي هو ماسوره اللي هي فيها الحلزونه اللي بتسحب الطم ديت، اثناء الارض لو عارضه عن الجرار متر ما تزعلنيش في حال الارض فاضيه، اما على الطريق المتر زياده ده بحتاج ان انا المفروض هحطه ورا الجرار، فانا بحتاج يعني بحتاج نظام هيدروليكي ان انا اعمله غير المكنه الموجوده عندي. ان المكنه عندي مش شغاله بالفعل، عملها نموذج بدائي وبشتغل بيه ومصوره وعرضته في الحلقات، فانا المفروض ان انا هجيب اعمل نظام هيدروليك ان انا اشغل بمواتير زيت واستغنى عن وسط الكردان واستغنى عن الصلايب اللي هي عشان تسهيل الحركه واستغنى عن الجيربوكسات واعمل لها منظومه موتور زيت شبيهه بالبريمه اللي بتحفر اساس العمارات، شغاله بضغط زيت وليس بهيدروليك، وهي بتلف برضه نفس الطريق. طيب متهيألي في وقت، ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. سؤال تاني يا حسن لو سمحت. انت من وجهه نظرك مين المستخدم للماكينه دي؟ انت قلت المراكز البحوث الزراعيه لا يعني احنا بنتكلم، هل ممكن الماكينه دي في حد ذاتها تكون مشروع لمجموعة من رواد الأعمال في كل قرية إنهم يتولوا عملية التطهير والتطوير لنظام الصرف في القرية؟ يعني أنت بتتكلم على نظام مركزي كأن الحكومة لازم تاخد منك المكنة دي. إحنا اللي إحنا عايزينه إن المكنة دي تبقى متاحة لعدد من المبتكرين ورواد الأعمال في كل قرية إنهم يطوروا ويستخدموها، يقدموا خدمات إرشاد زراعي بس على مستوى القطاع الخاص. هو سيادتك اللي حصل بالنسبة للآلات اللي هي الجديدة، الناس بتبقى مش يعني مش مفيش قابليه ان تشتريها، او مش ضامنه هتشتغل ولا لا. ما هو مش معقول انا بجيب مثلا حفار ثمنه 300,000 مستورد وبحفر بيه مصرف بياخد ساعه الا ربع، وانا النهارده لما اقول انا عامل حاجه محليه هتطهر نفس المصرف في 4 دقائق الكل بيقول لي لا، كلام مش مظبوط. انا معايا التقارير معهد بحوث الهندسه الزراعيه بالكلام ده، وعرضت الفيديوهات واتشافت على الشاشه ان الاله بالفعل بتطهر بسرعه الجرار زي المكبس بالظبط، ما بيكبس القش بسرعه الجرار. المكبس في ناس بتشتري المكبس ده ويشتغل بيه، وساعات المجالس المحليه بتشتري مثلا كميه وتاجرها في الموسم عشان القش ما يعملش مشكله، فهتبقى المكنه نفس القصه، الناس تشتري المنتج بس طبعا لما يبقى يعني متداول بشكل يعني كبير يشتري الناس تشتري وتشتغل. بنشكرك يا حسن. شكرا. تعبناك. لجنة التحكيم اتفضل. ازيك يا حسن، اخبارك ايه؟ الله يبارك فيك يا دكتور. الحقيقة أنا سعيد إن أنت مثابر وكنت معانا في الموسم الأول من البرنامج وفي الموسم الثاني، وجيت لنا بفكرتين حلوين جدا الحقيقة. وأنا بعتبر إنك نجحت بإن أنت ظهرت في البرنامج وعرضت فكرتك، وده نص المشوار اللي أنت المفروض تكمله.
الجائزة الكبيرة انك تاخدها انك تنزل بهذا المنتج على شكل منتج يتباع في السوق. قول لنا تجربتك بسرعة كده، احنا ايه ناقصنا علشان المنتج اللي انت عرضته السنة اللي فاتت اللي هو انا اتذكر كان بيشيل او بيساعد مرضى شلل رباعي، والمنتج بتاع النهاردة ان الناس تستفيد منه، ايه اللي ناقصنا عشان ده ينزل حتى لو ما كسبتش الجائزة النهاردة؟ اللي ناقص نزل السوق التصنيع وحدة، انا عامل تصنيع وحدة بدائية عايز اصنعها وحدة صناعية، بس البداية ده انا مصنعه مجمعهم، مثلا رحت جبت خردة من الخردة، جبت كورونة عربيتين، اتنين كورونا، جبت شاسيه قديم بتاع مقطورة دايبة قطعته عملت شاسيه، جبت عجل برضو عملت عجل. الكلام ده طبعا انا ما مش عمر ما وصل منتج للسوق بالتصنيع البدائي، فهو الموضوع يتصنع في مكان زي غيره. انا عملت كرسي متحرك في الهيئة العربية للتصنيع وبقى في ملاقاة في السوق، يعني ليه اصلا مصنوع في مكان متخصص، بس عشان الكرسي كان تكلفته 6000 جنيه فانا قدرت ادفعهم وعملته بالفعل وتم تكريم محافظ كفر الشيخ. شكرا يا حسن، شكرا، تفضل مكانك، بالتوفيق.